اليوم اتصلوا فيني عدة صحفيين عم يسألوني عن وضع سمر وعم يحاولوا يعرفوا شي عن حفلة مبارح. واحد منهم طلب نص الشعر يلي قراه عدنان لسمر. مع انهم ما دخلوا صحفيين بس بطريقة ما الناس سمعت شو صار بالحفلة. اتصل فيه مهند. ايه؟ ما في شي، اتصل هيك. شفتي شو صار؟ عم يهتم فيكي. كان بالكلية وقت حكى معي. عم بيقلك أنا جدي، ما في داعي للقلق بنوب، أنا بالكلية اليوم. والله ما عم صدق، ليش بده يقدمني تبرير؟ لأنه صار عم يهتم فيكي. ما إجا مبارح الحفلة لأنه متوقع يجوا الصحفيين ويبلشوا بتعليقاتهم، يعني لو شو ما صار يصير كانوا رح يصوروكم مع بعضكم. أساساً كاتبين إنه مهند ما شارك بالحفلة. شفتي؟ أصلاً كنتوا رح تكونوا قريبين لبعضكم أكتر لو ما نشروا هداك الخبر. كأنه كان وقتهم. لا أبداً ما رح أسمعك. برأيي افتحي أدنيكي منيح واسمعيني. ما بتعرفي قديش هو حساس تجاهك، كتير عم يتأثر وقت يلي بتمرضي. تتذكري وقت غميتي بالصالون؟ ماني حابة أتذكر هداك اليوم. ما بتعرفي قديش تأثر مهند، فوراً أخذك بحضنه. وقتها كتير اهتم فيكي يا روحي. إذا بنحكي عن مهند شوي تاني أنا رح تروح شهيتي على الأكل. أنا طالعة لفوق. ماشي. Thank you.